أيها الإخوة الكرام، من فضل الله تعالى ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم للعبادة يستكثرون فيها من العمل الصالح. من هذه المواسم عشر ذي الحجة، وقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير: المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال بهذا ابن عباس. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري أيها الإخوة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. وفي آية ثانية أيها الإخوة، فضلا عن الآية الأولى والفجر وليال عشر، في آية ثانية: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: أيام العشر من ذي الحجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد. وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهو الذي روى هذا الحديث، إذا دخلت العشر اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. الآن بالتفاصيل، ماذا يستحب فعله في هذه الأيام؟ أولا الصلاة، يستحب التبكير إلى الفرائض والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات. روى ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. ثانيا الصيام لدخوله في الأعمال الصالحة، فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. رواه الإمام أحمد. أما الإمام النووي يقول: صوم الأيام العشر بأكملها مستحب ليس أكثر من ذلك. الآن التكبير والتهليل والتحميد لما ورد في حديث ابن عمر السابق: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال أيضا: كان عمر يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى منهم. أيها الإخوة، صيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة، يتأكد صوم يوم عرفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. لكن من كان في يوم عرفة أي حاجا،
فإنه لا يستحب له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، يستحب لغير الحاج، أما الحاج ففطره أقوى على الدعاء والابتهال والعبادة في هذا اللقاء الأكبر بين العبد وربه. أيها الإخوة الكرام، يوم النحر كما قال بعض العلماء خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، يعني أول أيام عيد الأضحى، كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر يوم الاستقرار في منى. نحن في مواسم عبادة، وكما تعلمون أيها الإخوة أن أعيادنا نحن المسلمين تأتي عقب عبادات كبرى. عيد الفطر السعيد يأتي عقب الصيام، وعيد الأضحى المبارك يأتي عقب فريضة الحج، ولمن بذل جهدا في هذه الأيام العشر كأنه حقق شيئا قريبا من يحج إلى بيت الله الحرام. أيها الإخوة، وذبح الأضحية له بحث آخر، فإطعام الطعام ووصول هذا الطعام إلى جوف الفقير عمل عظيم. لذلك قال العلماء توزيع اللحم أفضل من توزيع ثمنه، لأن الفقير قد يكون مديونا، فإذا قدمت له مبلغا من المال سد به دينه وبقي أولاده جياعا. فلذلك من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا كما قال عليه الصلاة والسلام. ولك أن تذبح في كل أيام العيد، في يوم النحر الأول وفي أيام التشريق الثلاثة التي بعده، لك أن تذبح ولك أن تأكل من هذه الذبيحة، ولك أن تهدي أصدقائك غير الفقراء، ولك أن تطعم الفقراء. أنت في بحبوحة وفي توسعة على العيال، وأفضل الإسلام إطعام الطعام كما ورد في بعض الأحاديث. أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر، ألا وهو أن الإنسان كائن متحرك وليس سكونيا. ما الذي جعله متحركا؟ ما أودع الله فيه من شهوات؟ قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. بعض المسلمين يتوهم أنه لولا هذه الشهوات لما شقي الإنسان ولما استحق النار، والحقيقة الصريحة والصادقة أنه لولا هذه الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. ما الطريق إلى التقرب إلى الله؟ أودع الله في الإنسان الشهوات، وله بحكم اختياره أن يمارسها من دون قيد أو شرط كما يجري في العالم اليوم. الشهوات تمارس من دون قيد ولا شرط إلى أن وصل العالم إلى زنا المحارم، وهذا واقع في معظم بلاد العالم، زنا المحارم، هذه الشهوات. لكن الشرع العظيم أعطاك زاوية مسموح لك أن تمارس هذه الشهوة وفق منهج الله، وفق النظام، وفق ما يسمو بك، وفق ما له ثمرات يانعة. فلذلك ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، ولكن المحرمات من أجل ضمان سلامتك وسعادتك تماما، كالمكبح في السيارة، هو في تصميمه يعيق حركة السيارة مع أن السيارة صنعت للحركة، وهذا المكبح يناقض علة صنعها، لكنه من أجل ضمان سلامتها. فلذلك المحرمات تحجبك عن الله عز وجل، المحرمات
تجعل الإنسان أعمى أصم. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث ذكرته كثيرا، لكن الذي أريد أن أعلق عليه هو أن الإنسان كائن متحرك يبحث عن لذته، لكن لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. أشرف الناس نفسا من يتقرب إلى الله عز وجل ويعمل الأعمال الصالحة ويكون في خدمة العباد. لذة المؤمن في الإقبال على الله وعكوف همته عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي اللذة إلى ما ذكرت قبل قليل، إلى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. فلو عرضت على المؤمن أن يتلذذ بما يتلذذ به الشارد عن الله لخرج من جلده رفضا، ولو عرضت على الثاني أن يتلذذ بما يتلذذ به الأول لرفض ذلك أشد الرفض. قل لي ما الذي يسعدك؟ أقول لك من أنت. كلما ارتقى مقام المؤمن ارتقت همته، سعادته في الإقبال على الله، سعادته في معرفته، سعادته في تخفيف الآلام عن الناس، سعادته في عمل صالح يلقى الله به، سعادته في فهم كلام الله، في فهم كلام رسول الله، سعادته في إنجاز كبير ينفعه بعد الموت، بل إن قمة سعادته أن يرزقه الله عملاً لا ينتهي بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لذلك البطولة أن يكون لك عمل يستمر إلى يوم القيامة، ينتهي أجل الإنسان وينقضي عمره، والأعمال العظيمة التي خلفها كبار الصحابة وكبار التابعين وكبار العلماء العاملين باقية آثارها حتى اليوم. أيها الإخوة الكرام، أنت حينما تؤمن أنما خلقت للجنة وأن الدنيا مكان فيه متاعب لا تنتهي، لكنك تدفع في الدنيا ثمن الجنة، ولولا الدنيا لما كانت جنة. حينما يدخل أهل الجنة الجنة يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لولا أننا جئنا إلى الدنيا أودعت فينا الشهوات، أعطينا منهج، أمرنا أن نفعل كذا، أن ننتهي عن كذا، ونجحنا في الامتحان، لما كنا في الجنة الآن. يعني إنسان درس دراسة شاقة في جامعة معينة، ثم حصل مرتبة عالية وكان له دخل كبير جدا، يعني تمتع به هو ومن حوله ومن يلوذ به. هذا الإنسان إذا مر أمام الجامعة ألا يقول: لولا هذا البناء وهذه المؤسسة التعليمية وانخراطي فيها ودراستي لما كنت بهذا الحال؟ وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لكن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يقدم لنا تشجيعا في الدنيا. يقول بعض كبار العلماء: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب. كأن الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمن نموذجا من سعادة أهل الجنة في الدنيا. وهذا بعض ما قاله بعض المفسرين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والدليل القرآني: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، أذاقهم بعضا من نعيمها، هي جنة القرب. لذلك الإنسان إذا كان مع الله في سعادة لا توصف، إذا استحق السكينة التي من الله أن تتنزل على قلبه سعد بها ولو فقد كل شيء، وإن حجبت عنه السكينة شقي بفقدها ولو ملك كل شيء. لا أبالغ ولا أتطرف ولا أصف الشيء بأكبر من حجمه، أسوأ مكان في الأرض المنفردة، وأجمل مكان في الأرض
بيت مساحته كبيرة جدا، مطل على منظر طبيعي رائع، فيما لذ وطاب من كل شيء، وأنت في هذا البيت. صدقوا أنك إذا كنت في بيت فيه ما تشتهي ولم تكن معك سكينة الله فأنت أشقى الناس، وإذا كنت في المكان الآخر وكان الله معك فأنت أسعد الناس. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. أنا لا أريد أن يكون الدين كله أفكارا وأدلة ونصوصا، أريد معنى القرب، أريد الحب، أريد الاتصال بالله عز وجل، أريد السعادة التي تجنيها من قربك من الله عز وجل. المعاني المجردة في الإسلام لا تزيد عن خارطة قصر، بينما القرب من الله تسكن هذا القصر. المعاني الدقيقة جدا في الإسلام لا تزيد عن صورة مركبة رائعة، ولكن القرب من الله يعني أن تركب هذه المركبة وأن تستخدمها وأن تنتفع بها وأن تستمتع بكل ميزاتها. أيها الإخوة الكرام، أكثر الناس توفيقا في الدنيا من كانت نعم الدنيا عنده متصلة بنعم الآخرة. الإنسان حينما يستقيم على أمر الله يسلم، فإذا أقبل عليه يسعد، فإذا وافته المنية ينطبق عليه قول الله عز وجل: قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. إخوتنا الكرام، الطفل الصغير وهو في الرحم في حوله سائل اسمه السائل الأمينوسي. هذا سائل أولا يغذيه، وثانيا يسهل حركته في رحم أمه، وثالثا يمتص الصدمات. أي صدمة تصيب الأم في بطنها، هذا السائل يأخذ هذه الصدمة ويوزعها على كامل سطح الجنين كالمركبة الفضائية أو كالدماغ تماما. وهذا السائل له حرارة ثابتة، فمهما كان البرد قارسا هو في تكييف ما بعده تكييف، كأن هذا السائل تكييف وتدفئة. وهذا السائل فضلا عن كل ذلك يمنع التصاق الجنين بالرحم، وهذا السائل يسهل الولادة، ينزلق الرحم من أضيق الأماكن بفضل هذا السائل، وهذا السائل يعقم المجرى من أن يصاب بإنتان أو جرثوم. هذا السائل من رحمة الله. لو أن هذا الجنين، أقول لكم يعني شيء تركيبي، لو أنه أخبر أنك سوف تخرج من هذا المكان لرفض أشد الرفض وتعلق به أشد التعلق، ورأى ترك هذا المكان مصيبة كبرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يخرج المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. مرة في رمضان كنت في طعام إفطار، جلس إلى جنبي إنسان كان من رواد الفضاء، قلت له: كنت في بطن أمك ب750 سنتيمتر مكعب، ثم صعدت إلى الفضاء ورأيت الأرض كرة كما نراها في الصور، كم هي المسافة بين رحم الأم وبين أن تكون من رواد الفضاء تصل إلى القمر مثلا؟ أيها الإخوة الكرام، يخرج المؤمن من الدنيا، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. أيها الإخوة الكرام، من هنا نفهم كلام النبي الكريم في بعض أحاديثه: الموت حرص المؤمن، الموت تحفة المؤمن. كما لو أنك فقير جدا لكنه وعدت إن أتيت بشهادة عليا جدا من بلد متقدم تحتل أعلى منصب في اختصاصك، يعني كلام، وتقتني أجمل بيت وأجمل بيت في المصيف وأجمل امرأة وأرفع سيارة. لو أنك درست سنوات طويلة تعمل في المطاعم ليلا وفي الحراسة عصرا
وفي الدراسة نهارا وفي الدوام قبل الظهر، 7 سنوات عمل شاق. إذا نلت الشهادة وأخذت وثيقة عنها وصدقتها، ثم قطعت تذكرة العودة وأعطيت بطاقة الصعود إلى الطائرة ووضعت رجلك في الدرجة الأولى من سلم الطيارة، أليست هذه أسعد لحظات حياتك؟ هكذا الموت عند المؤمن. أيها الإخوة الكرام، اقرأوا سير الصحابة الكرام، في بسيرهم قاسم مشترك واحد لا يخيب، أنهم كانوا عندما وافتهم المنية في أسعد لحظات حياتهم. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. النبي عليه الصلاة والسلام تفقد أحد أصحابه سعد بن الربيع، أرسل أحد أصحابه يتفقده في أرض المعركة في أحد، رآه بين الجرحى، قال يا سعد أمرني النبي أن أتفقدك، أنت بين الأحياء أم بين الأموات؟ يعني ما وضعك؟ قال له مع الأموات، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطوف. بين أن يكون الموت أكبر مصيبة وبين أن يكون لقاء الله عرسا وفرحا وتحفة، هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. والله أيها الإخوة، التقيت بأطباء قلب كسر في بلاد بعيدة، وحدثوني عن وضع المريض حينما يعلم أن مرضه خطير وأنه يوشك على أن يموت. تنهار أعصابه، يبكي أحيانا، يلدم وجهه، يتحسر على حياته، يتحدث عن أولاده. فرق كبير. بالبدايات الناس كله متشابهون بالبدايات، لكن خريف العمر ومغادرة الدنيا عند المؤمن هي من أسعد لحظات حياته، مع أن النبي قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. أيها الإخوة الكرام، هذه اللذائذ المحرمة انقطعت عنه بالموت، وهذه السعادة الأبدية حرم منها بالمعصية، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسار. لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. تضيع الدنيا بالموت وتضيع الآخرة بالمعصية. لذلك ورد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الإخوة، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من المخاوف وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجه المهابة التي تلقى في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة استجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد الشياطين عنه والجن
وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطتهم لمودته وصحبتهم له وعدم خوفه من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده، وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش من حوله من الملائكة، وفرح الكاتبين به ودعائهم له كل وقت، والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحته بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرح أهل الدنيا بدنياهم. أيها الإخوة الكرام، كما ورد في بعض الأحاديث، استقيموا ولن تحصوا الخيرات، استقيموا ولن تحصوا الخيرات. يكفينا هذه الآيات أيها الإخوة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الإخوة الكرام، فائدة سريعة: من علامات السعادة والفلاح أن العبد، دققوا في هذه الكلمات الموجزة، أن العبد كلما زيد في علمه زيد في حرصه على طاعة ربه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. إذا زاده الله علما زاده خشوعا، وإذا زاده مالا زاده سخاء، وإذا زاده قدرا وجاها زاد تواضعه وقربه من الناس. ومن علامة الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه واستعلائه. هذه الأمور: إنسان يرقى بالمال إنسان يسقط به، إنسان يرقى بالجاه والعز إنسان يسقط به، إنسان يرقى بالعلم إنسان ينتهي به العلم إلى الكبر. فيا أيها الإخوة، إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ ويا ربي، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.